أمير الحرب يلوح بالاستقالة. لقب نفسه بأمير الحرب، داعم ومساند بقوة للرئيس الروسي، لدرجة أنه لا يحتاج لموعد للقاء بوتين مثله الأعلى كما يصفه هو. 15 عاماً زعيماً للشيشان، والآن ينوي الاستقالة. فمن هو رمضان قديروف؟ وما أسباب تلويحه بترك منصبه؟ وما سر علاقته بزعيم الكرملين؟ في عام 2007 لمع نجم قديروف بعدما نصبه بوتين زعيماً لجمهورية الشيشان بعد مقتل والده أحمد قديروف بثلاث سنوات. الشيشان ومنذ زمن القيصرية وهي تختلف مع روسيا وتسعى للاستقلال، وموسكو ترفض ذلك. بوتين بحث عن رجل ليخمد بل ليقتل حلم استقلال هذا البلد، فوجد ضالته في هذا الرجل الذي أرسى دعائم حكمه وفرض الاستقرار ودحر أي حركة شيشانية داخلية تعمل على استقلال الجمهورية. قديروف هو يد الكرملين القوية في بسط الأمن والاستقرار في الجمهورية القوقازية الشمالية، لدرجة أن الشيشان باتت أشبه بإقطاعية خاصة به ويحكمها دون منازع. قديروف يمتلك قوة عسكرية خاصة به سميت على اسمه قاديروفيتسي، يستخدمها كعنصر تخويف روسي في أي معركة يخوضها رجاله، مثل ما حدث في جورجيا، سوريا وأوكرانيا مؤخرا. قرارات بوتين تحظى باعترافه وتأييده مهما كانت العواقب. فلحظة الإعلان عن العملية العسكرية في أوكرانيا خرج رمضان قائلا إن جيش بلاده جاهز للقتال إلى جانب روسيا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ القرار الصائب بالحرب في أوكرانيا، وسننفذ أوامره مهما كانت الظروف. لكن الظروف ربما اختلفت خلال الأيام الأخيرة. قديروف أعلن أنه قد يستقيل ويترك الحكم بعدما ظهر في فيديو تم تصويره داخل قصره الفاخر بالعاصمة غروزني. لدى القوقازيين والشيشان مثل شعبي يقول: بغض النظر عن مدى احترام ضيف طال انتظاره، فمن الجيد إذا غادر بالوقت المحدد. أعتقد أن وقتي قد حان أيضا. ضربة قوية ستوجه إلى بوتين لو نفذ قديروف رغبته واستقال. فزعيم الكرملين يخشى من عودة السيناريو القديم المتمثل في حلم الشيشانيين بالاستقلال في ظل حرب روسية أوكرانية لم تحسم حتى الآن، وعقوبات اقتصادية تنهمر على موسكو من الغرب والولايات المتحدة. قديروف إذا نفذ فعلا تهديده بالاستقالة سيوجه ضربة كبيرة لبوتين، فبعدما كان قد صرح قبل أيام فقط أن وحداته الشيشانية ستكون مستعدة للتقدم على طول الطريق إلى أوروبا، تغيرت اللهجة تغيراً جذرياً. لكن أسباب الاستقالة تنوعت من وجهات نظر محللين، من بينها خوف قديروف من مصير مجهول قد ينتظره. هناك عوامل كإطلاق النار في غروزني بين المعارضة وتابعين لرمضان وانشقاق الكثير من الجنود في أوكرانيا وحتى في الشيشان، كلها أدت في النهاية إلى تلويحه بالاستقالة لتجنيب البلاد الفوضى. محللون آخرون اعتبروا أن خطوة رمضان قديروف ما هي إلا مجرد تمويه سياسي، أو هي خطوة تكتيكية كونه يصرح بذلك عندما يريد الحصول على شيء ما من بوتين. ففي عام 2018 أعلن استقالته أيضاً، لكن الزمن مر وبقي قديروف زعيماً للشيشان.